أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت تسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة للمستضعفين من المسلمين في أفغانستان؟ الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله بيّنها ولم يكلها إلينا أو إلى أحد، بيّنها. فالمسلم الفقير أو المسكين يعطى منها في هنا أو في أي مكان، ما دام أنه ينطبق عليه الوصفان أنه مسلم وأنه فقير يعطى من الزكاة في أي مكان، لأنه من المستحقين. وما لم ينطبق عليه هذان الوصفان لا يعطى منها في أي مكان، هنا أو هناك. نعم.